رح ننتقل لفقرتنا الأخيرة اليوم ليا عن الصابون، حيث تعتبر صناعة الصابون هي صناعة قديمة، أيضا كان يستخدمها القديمين عرف الإنسان بأربعينات القرن الماضي. مع اكتشاف البترول ظهرت مواد فعالة صناعية أساسها المواد البترولية. مثل ما بنعرف أنه هلأ في غلاء فاحش بالأسعار، وخاصة استهدفت هي المنظفات، يعني كمان كتير غالية صارت المنظفات، وأسعارها ممكن ما الكل يقدر هلأ يشتري صابون اللي عنده عيلة كبيرة. ممكن نحن حاليا مع الظروف الراهنة أن نتأقلم مع هالحال، ومع الأشخاص المحدودي الدخل، كلنا محدودي الدخل، لابد من الاستفادة أيضا من الخبرات المحلية لنقدر نستفيد من إنتاج منظفات بالمنزل تخفف من هيدي الأعباء الاقتصادية. للحديث بشكل مفصل عن صناعة المنظفات بمواد فعالة وتكلفة أقل وهو الأهم، معنا الأستاذ يحيى الخالد. يسعد صباحك أستاذ يحيى. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعني وسهلا. بالبداية سالي حكيت لنا كل التفاصيل يلي نحن فينا نستفيد منها ونستفيد بحياتنا اليومية، ولكن اليوم نحن معنا مجموعة من المواد الأولية يلي هي ممكن تفيدنا بصناعة المنظفات المنزلية والصابون وأي شيء نقدر نستفيد منه بالتنظيف. خلينا نحكي شو هي أبرز المواد يلي نستفيد منها ومن وين بنحصل عليها. صباح الخير لكم، صباح الخير للجميع ولكل مين عم يشاهدنا، واتمنى الفائدة للجميع. لا، صناعة الصابون مو من الأربعينات، صناعة الصابون قديمة جدا، ولكن اللي بعد الأربعينات هي صناعة المواد الفعالة، البترول. نحن ربطنا البترول بالصابون، لكن الصابون يختلف قليلا عن المنظفات الصناعية. أكيد، بس المواد تبع الصابون هي تفضل. لا، حتى المواد الصابون كانت قديمة، يستخدموا كربونات الصوديوم كانوا يصبنوا فيها، بعدين تطورت اللي نحن نسميه كوستيك وهيدروكسيد الصوديوم. هلأ نحن عنا عدة أنواع من المنظفات موجودة في الأسواق، عنا منظفات صلبة مساحيق، يعني عنا منظفات سائلة، عنا منظفات على شكل معاجين، عنا منظفات على شكل هلام، وعنا منظفات أشكال متعددة جدا. في عنا كمان نقدر نصنف المنظفات حسب الاستخدام، منظفات للجسم، منظفات للتنظيف، منظفات للأواني المنزلية، منظفات حتى في منظفات عنا تستخدم للتعقيم وللتنظيف بشكل. ما هي ابرز المواد الاوليه استاذ؟ خلينا نعلم ست البيت كيف فيها تعمل بالبيت. هلا نحن انا يعني عندي كم شغله ممكن نستفيد منهم بالبيت، اللي هي الزيوت. الزيوت الزيوت الفائضه خلينا نسميها، الزائده في البيت اللي استهلكت، ممكن نستفيد منها في صناعه الصابون. في عندنا طريقتين، في عندنا الطريقه البارده، وفي عندنا الطريقه اللي بالحراره. الطريقة الباردة كتير سهلة، كتير يعني هلا راح اشرح لهم اياها بسهولة وبسرعة، ممكن كل واحد يطبقها. ونحن عملنا هذا، انا من كم يوم عملت هالصابونة هاي. نعم، مع انه هاي من شو؟ هاي من زيت عندي متبقي في البيت، كل فترة انا بجمعهم بعمل منه صابون بستفيد منه بالبيت. هي مجموعة هي هلا راح نحكي عنها. هي عبارة عن الزيوت، مثلا كيلو الزيت، 146 جرام من هيدروكسيد الصوديوم، القطرونه بيسموها، وفينا ايوه هيدروكسيد الصوديوم، او يسموها في ناس القطرونه او الكوستيك نحن بالصناعه بنسميها. فمن 146 جرام 150 جرام ماء نخلطهم اول شيء. لكن دائما نحن لما نستخدم المواد الكيميائيه، كيف بدهم يذوبوا هدول؟ مي؟ لما نستخدم مواد كيميائيه الحذر، فيلم الحذر، فيلم الحذر، لانه هاي الماده خطيره جدا، اذا لمست الايدي بتاذي، اذا لمست الاطفال، واذابتها بالماء ناشره للحراره، لذلك لازم يكون عندنا حذر شديد جدا. نعم. لما نخلطها بالماء لازم نكون لابسين قفازات، لازم لابسين صحيح نظارات. استاذ يحيى، بس سؤال صغير دائما بيطرحوا، الزيت اللي عم يستخدم بالصابون، نحن بنعرف هلا الزيت غالي. نعم. فبنقدر نحن نستخدمه يعني خلينا نقول تمام، لا خلينا نقول مره واثنين وثلاثه، هلا يعني نحن على الاغذيه، او مثلا لا نحن عم نحكي عن الزيت اللي بدنا نستخدمه لصناعه الصابون. معلش، اي زيت بالبيت تمام متوفر، اذا كان في معلقات كثير قويه فيه ممكن انا على شاشيه بعمل له عمليه ترشيح اولي، ببعد المعلقات عنه، باخذ الزيت وبضيف له محلول مائي من مثل ما قلنا 150 جرام 146 جرام من الكوستيك، 150 مي قلنا. ونخلطهم شوي شوي وبنصبهم بقوالب. شرط تكون القوالب محدده للصابون او لا 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 يعطينا حل موجود في قوالب جايه جاهزه على شكل ورده، على شكل قلب، على شكل كذا،
في، وفي اذا ما عندي انا باخذ اي مربع او مربعات بصبهم فيه وبقسمهم ثاني يوم او ثالث يوم بس يتصلبوا، بعدين بتركهم بالهواء ما بحطهم بالشمس، بتركهم بالهواء فتره طويله. نحكي على الكميه، قديش بيعمل كميه لدقيقه؟ يعني كل كيلو، يعني كل كيلو زيت بدهم 140 جرام. طبعا 140 جرام هذا يعني زائد ناقص بحسب نوع الزيت المستخدم، لانه كل زيت اللي احنا بنسميه له قرين تصبغ، بس متوسط يعني 140 جرام. بنحطهم تقريبا قد المي، اكثر شوي 150 مي، ونخلطهم ونضيفهم للصابون للزيت، وخلط جيد جدا. طبعا الحذر واجب مثل ما قلنا، وبعدين نصبهم بس نتاكد انه الخلط صار جيد، بتصبنوا مع الزمن هن لحالهم. طيب خلينا نعرف كيف الصابون فينا نعمله سائل. صابون السائل، الصابون مختلف عن صناعه الصابون. ايه هلا هي صابون بالطريقه البارده، في طريقه ثانيه للصابون بالطريقه الغلي ما راح نحكيها هلا، اوكي اذا بدكم نحكيها بمره قادمه. ما في شيء اسمه صابون سائل، اسمه سائل تنظيف الايدي. يعني كلمه صابون تعني تصبن، والتصبن هو حموضه دسمه، يعني دسم اي دسم. هي نحن عرفنا عليها حضرتك، نحن بنعرفها صابون. لا نحن بالمواصفات، انا مشارك بهيئه المواصفات وبلجنه المواصفات، لجنه تعديل المواصفات. فالصابون انا ما بستخدم كلمه صابون ابدا، مع انه في كثير ناس حتى كيميائيين بيستخدموا كلمه صابون. نعم. لا هو سائل تنظيف، في عندنا سائل تنظيف للجسم، في عندنا سائل تنظيف للايدي. سائل تنظيف الايدي هو عباره عن التكسابون، وبيضيفوا له مواد معه، وبنحله 10 كيلو تقريبا او 12 كيلو بالماء يحل. طبعا الماء لازم يكون معقم، ونضيف له كميه من الملح، وفي اضافات ثانيه ممكن نضيفها، ممكن يصير معنا سائل تنظيف الايدي. نعم، يعني كانوا ستاتنا والجدات يستخدموا برش ايضا الصابون بكثير عمليات، بالغسيل بالغلي، يعني ما كان في دواء غسيل. صح. هل برش الصابون خلينا نقول بينظف او بيعقم مثل دواء الغسيل؟ لا، دواء الغسيل لا، فيه مواد فعاله اقوى، هو كيميائيه. ايه كيميائيا، مواد كلها صناعيه يعني تركيبيه. البرش الصابون بينظف، لكن برش الصابون احيانا يستخدموه للاطفال هلا اليوم هذا، لانه المنظفات احيانا تعمل حساسيه، حساسيه مع الاطفال الرضع خاصه، فبيستخدموا صابون البرش احيانا، هي مو على طول. لكن هي الصناعه تقريبا انتهت، صناعه برش الصابون يعني قليله جدا جدا. لكن هلا كل الصناعه هي عندها قوه تنظيفيه اقوى بكثير، عندنا قوه تنظيفيه اكثر بكثير بوجود المواد الصناعيه. نعم. عندنا هي بسموها بالعاميه زفته، ونحن بنسميها حمض السلفونيك كمان، هي ماده فعاله قويه. هي فهي الماده كثير مستخدمه في صناعه، هي عباره عن حمض قوي جدا، واللي بجنبها هي عباره عن قلوي بنسميه، بعكس بعضهم. نحن عندنا البي اش بنسميه الحموضه، يعني بين 1 و14، 7 المعتدل. فانا لما اخلط اقل من 1 بي اش يعني مع ال14، نعم، بصير عندنا 7. لذلك الصناعة لازم يكون في عندنا في يعني في معرفة بصناعة، بصناعة الموظفات، لحتى يعني مثلا نضبط البي اش على 7 زائد 1 ناقص 1. اما انه يعني مو كل واحد يقدر يخلط الموظفات، بصير بتحرق الايد، بتعمل مشاكل كثيرة للايد. نعم. يعني بالختام ممكن نذكر كيف نحن فينا نضيف مواد معطرة كمان ما تتفاعل مع المواد اللي نحن حاطينها بالخلطة، تعطي كمان ريحة حلوة لأي نوع من المنظفات. قصدك المعطرات يعني؟ تماما. ايه المعطرات هي زيوت عطرية للصابون. للصابون؟ طبعا الصابون كيف فينا نحط له معطرات بدون ما يتفاعل بي. طبعا الصابون بالحق، يعني نحن خلطناه بعدين بدنا نضيف له، اذا بدنا نضيف له عطر او ملون او اي شيء ثاني. فالصابون مو ما بيتوقف على المادتين، بس هدول المادتين الاساسيات اللي عم بحكي عنهم. ممكن نضيف له عطر اللي بنرغبه، ممكن نضيف له اللون اللي بنرغبه، وبيطلع معنا اشكال حلوه كثير كثير. الشكل اللي بنرغبه بنعمله كمان اذا كان عندي قوالب جاهزه. نعم. وحتى المنظفات كلها بنضاف لها عطر بكميات، والعطر حسب ما بيرغبوا المستهلك. يعني في عالم تتحسس. مزبوط مثل ما ذكرت. يعني بدنا نتشكر اليوم هالمعلومات عن صناعة الصابون.